طبعا برضو الاستعدادات للقاء ده على قدم وساق، خطوات الاستعداد لمواجهة فريق دريمز في لقاء العودة لا تنتهي ومتواصلة. الجهاز المعاون لماستر جوميز وضح لي الصورة أو صورة اللقاء ده هتكون عاملة ازاي، لقاء العودة، وخصوصا أن الماتش هيتلعب بالنهار. ماستر خوسيه جوميز لازم يفهم مدى أبعاد اللعب بالنهار في أجواء حارة وفي لقاء حاسم للتأهل زي دي، لأنه تقريبا هيكون أول مباراة للمدرب معانا بيلعبها بالنهار وفي ظروف زي الظروف اللي احنا فيها دي من وقت ما هو جه. كمان ما ننساش أبدا أن المباراة معادها في غانا الساعة 4 عصرا في طقس يعني هيكون شديد الحرارة، وهي هنا في مصر هتكون الساعة 7 مساء بعد تطبيق التوقيت الصيفي بكرة إن شاء الله. عشان كده ربما البعض نادى بخطوة أو بفكرة أن الجهاز الفني يقيم كده التدريبات الخاصة للفريق هنا في مصر في جو مشمس وطقس يكون حار شوية، علشان اللعيبة تقدر أن هي تاخد على الأجواء اللي هم يروحوا يلعبوا فيها في غانا، وعدم طبعا الاكتفاء بإقامة تمرين واحد بس قبل المران على نفس الملعب في التوقيت ده. ولكن ربما برضو مستر خوسيه جوميز عنده رغبة في عدم إرهاق اللعيبة أكتر من اللازم، وأنه هو عايز أو بيتمنى أنه يوفر لهم يعني سبل الراحة وأنه ما يكونش فيه جهد كبير جدا، علشان لما نروح اللقاء المرتقب ده ما تكونش اللعيبة يعني مجهدة بشكل مبالغ فيه. بإذن الله يكون الجهاز الفني محضر للمباراة دي كويس قوي من كل بقى الجوانب وكل ظروفها، وعارف إنه لا بديل عن التأهل مهما كانت المبررات، وإنه لازم يذكر لها كويس جدا ويذكر لها بشكل واقعي بعيدا بقى عن المخاطرات أو اتخاذ أي ريسك، لأن المباراة دي يا جماعة لا تحتمل أي مخاطرة. الفريق الغاني ظهر بشكل كان متواضع، يعني ما كانش في أفضل حالاته، وكنا هنا في أرضنا وكنا وسط جمهورنا 50,000 مشجع، فعايزين نركز كده وندرس الفريق ده كويس قوي، ولما نروح هناك نغير بقى طريقة يعني نظرتنا للمباراة دي ونظرتنا للمنافس ده.